يقول قال الله تعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ما معنى هذه الآية وهل يعني تجمع اليهود في فلسطين؟ قال الله جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل أي أخبرناهم لتفسدن في الأرض مرتين، وفي قراءة لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، إذا حصل الفساد الأول، أرسل الله عليهم جنودا من الكفار فأذاقوهم سوء العذاب. فإذا جاء وعد أولاهما المرة الأولى يعني بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. هذا بغزو بخت نصر المجوسي إلى اليهود في فلسطين، وما أوقعه فيهم والعياذ بالله من الهزيمة النكرى ومن الامتهان عقوبة لهم من الله جل وعلا. فإذا جاء وعده لهما بعثنا عليكم عبادا لنا، عباد يعني كفار، والناس كلهم عباد الله المؤمن والكافر، عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار أفسدوا فيها وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. يتقوى اليهود بعد ذلك، بعد هذه الهزيمة يتجمعون ويتقوون ثم يفسدون مرة ثانية. فإذا فسدوا المرة الثانية وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة. فإذا حصلت الفسدة الأخيرة أعاد الله عليهم كرة العقوبة وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، من يسومهم سوء العذاب. هذا المرتان حصلتا. المرة الثالثة وإن عدتم عدنا، المرة الثالثة في آخر الزمان يتجمعون في بيت المقدس ويسلط الله عليهم المسلمين، سلط الله عليهم المسلمين، وينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وهم متجمعون في فلسطين، ويقودهم الدجال، المسيح الأعور الدجال هو اللي يقودهم لأنه من اليهود. ثم إن الله إذا نزل المسيح قتل الدجال، إذا نزل قتل الدجال ونشر الإسلام وحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المرة الثالثة وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الكفر والمعصية عدنا عليكم بالعقوبة.